السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد بقصه جديده مع ضيف جديد، مع خونا رضا. جاي يحكي لكم مغامره تاعو، القصه تاعو، الغربه تاعو اللي دام 27 سنه رايح كان على عبر حلقات وعبر سلسله. تعرفوا بزاف كيفاش كانت التجربه تاعو، كيفاش كانت الغربه تاعو بكري وبين دوكا، راح تعرفوا بزاف امور. تخليكم خوتي في الحلقه الاولى. وخونا رضا، مرحبا بك اخويا الغالي، واحكي لنا قصتك وكيفاش بدات وكيفاش وكيفاش وكيفاش. السلام عليكم خويا عمار، والسلام عليكم كاع الناس اللي مشوفوا فينا. وبسم الله، كي كنت في البلاد كنت حايب توجر نغرب كيما اللي جان تاع دوكا. كانت تبان اوروبا حاجه، الدنيا جنه، كانت تبان حاجه باينه، والبلاد ما يندمش يهضر على الغربه. دونك مازال ما غربش كيما كان الحال، سيت نهرب من البلاد. ما كانش بكري البوطي، كانت الناس تهرب بالكاله، بالكاله حبي يقول بالبابور، بالبابور في الكاله تخلص بحري ويجوزك. انا ما كلات ليش سيت عشر فوا، ما كلات ليش. ايا قلت معليش نروح نجوز للسيرفيس ميليتير. ربي بعث لي على سمانه قبل ما نروح، سمانه قبل ما نروح نجوز للسيرفيس ميليتير، ربي بعث لي ملائكه علق لي فيزا. ما سنيتهاش انا، علق لي فيزا. اما انا دخلت للطليان، ما كنتش ناوي نريح كاع في الطليان، كنت حاب نروح للامريكان ولا نروح لكندا. ما كنتش ناوي نريح انا في الامريكان. كي علق لي الفيزا، انا كنت نقرا في الجزائر، كنت نقرا لونجلي باغ دي نيفو، ومن بعد قريت شويه طليانيه، قريت شويه طليانيه، ما قريتش بزاف. اما انا كي دخلت انا للطليان، دخلت روم، كان عندنا خالي هنايا قال لي ما تكسرش راسك ارواح وذا. انا كي جيت قلت يعاوني ماشي مشكل. وصلت لعنده ريحت هكذاك تقريبا سمانه 10 ايام، ما حاوزنيش يا ناس، ما نفهموهاش غلط، ما حاوزنيش باسكو خالي انا مزوج مع قوريه. وليت له انا شويه ثقيل، افشاب انت تروح مع ربي مع المراه تاعو قوريه تولي تجيني. خفت ندير له انا مشكل في الدار والمراه تاعو يقولوا مشاكل. عمل مليح، عمل مليح كي قال لي روح سي زهرك في الانجليز ولا روح سي زهرك في ميلون، لا تعرف ناس. اما انا واش درت انا في الليل، وجدت الكابا تاعي داني الاستاسيون مش فاكي اليوم، سلمت عليه، سلمت على المراه تاعو. يا ناس راني نقول لكم ماشي حاوزني مليح، كي واحد فاميلتك يقول لك روح، روح تغامر، انت اللي حبيت الغربه، روح باش تشوف. باسكو انا خالي تميزر في الانجليزي وتميزر يعرف شنو معناتها قيمه الغربه. اما انا نحبط الميلانو كي وصلت، واحد البرد يا عمار، واحد البرد. احنا جايين من لافريك والبرد في اوروبا بزاف. معليش قعدت نشوف ادروات، بارده ميلون بارده، قعدت نشوف ادروات اغوش، وانا في عمري 20 سنه وين نروح؟ علاش نروح ادروات؟ علاش نروح اغوش؟ وعلاش نروح قباله؟ خممت، كان عندي عقل تاع 21 سنه، عباك 21 سنه عقل شويه ليميتي. يما انا قلت بلا عقل بلا عقل بلا عقل، الجامع قلت المسجد هو اللي اوكي. سيت لقيت المغاربه في ستاسيون، سقسيتهم سلام عليكم، سلام باينين العرب. قلت لهم لا كاين جامع، قالوا لي كاين في البلاصه الفلانيه. انا قعدت نسقسي، نمشي نسقسي شويه طليانيه، تك 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 تك، لقيت الجامع هذايا. سبحان الله، دخلت حطيت الكابا تاعي. خويا عمار صلي الزوج ركعات، طلب سماح انا ما نصليش، صلي الزوج ركعات. معليه حليت عيني، لقيت وليد عمي اللي سمعت باللي راه في الطليان بصح راهو في السود يخدم في الفلاحه، لقيته هنايا. خلع واش راك دير هنا؟ تا 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 تا. انا كي شفت وليد عمي شفته في هي اما لاغال، مسكين هو تاني كسوفرا وكذا. انا قلت هذه اوروبا، ماشي مشكل. قلت له وين كتبات؟ قال لي نبات عنده واحد تزيري كما كان الحال. قال لي اليوم في اللي تجي تبات معانا، كي رحت داني معاه نبات هذاك تزيري، قال له يا انت يا رينو، قال له يا انت يا رينو. انا هذيك تاع يا انت رينو، انا كان عندي شويه دراهم، كانت الليره بكري كانت عندي مليون، مليون و300 مليون، مليون و200، مليون و200 ليره، يحب يقول 600، 600 اورو. قلت له وليد عمي ماشي مشكل، انت بات مع هذا صاحبك تزيري، انا نبات برا. عاود وليت الجامع، واحد تزيري قال لي كاينه خربه واحد الدار نسكنوها، ماشي دار ما فيها ني باب نتاق، حاجه كيدوروا الكلاب الوسخ. رقدنا فيها، تنوض صباح مشمخ كاع بنده، ربي سترنا ما مرضناش. بت فيها يومين، عاود وليت تروح عباك كي تبات هكذا وتروح تصبح وتروح تشد البيس مع الكور، عباك تولي تريح على بالك. لا لا ماشي عنصري هو يتهرب عليهم، لا لا غالب من الريحه تاعنا يتهربوا، ماشي مشكل. ميزيريه ميزيريه كحله يا اخو.
والله العظيم غير وليت الجامع قعدت نصلي يا اخو، قلت يا ربي سهل لي امور الدنيا وكثر لي بومياوات بزاف. درهم درهم. اه يا ربي كثر بومياوات وسهل لي امور الدنيا. شوف لقيت واحد تزيري وليد ولد بيكور، قال لي واش البلاد صعبه صعبه؟ قال لي غير كيما جيت، قلت له اه. قال لي انا ثاني، قال لي كاينه دار ولا حبيت شابه ام جابوا لي خيط عليها نكسروا الباب ونسكنوها. قلت له اي ام شات، انا ما عنديش كوارد، ما في لي الفيزا، انا لابوليس ما عنده ما يقضي لي. انا باسبوري مخليها عند فاميليا. يما انا في الليل دخلنا واحد الفيلا قد سخط عمر، عطنا تاع الليل وحده تاع الصباح، كسرنا الباب ودخلنا كاع طابيات لي مابل وشنو، ما حبيناش نشعلوا الضوء نخافوا الجيران يعيطوا لابوليس. كما كان الحال ولينا ندخلوها كل عند وحده تاع الصباح، سته تاع الصباح نخرجوا باش واحد ما يشوفنا. يما انا سكنت انا وياه، الدار كاع طابي سخونه الدار باسكو كاع طابي، وشنو كنا نرقدو فوق الكرطون في الارض يوجعك ظهرك. ضربت هكذاك السمانه زوج، انا السمانه الاولانيه اخويا عمار، السمانه الاولانيه اللي دخلت الميلون لقيت خدمه، السمانه الاولانيه لقيت خدمه مع عند واحد تزيري كان يخدم لا بيبليسيتي الاعلانات، قال لي ندير لك امبروف ونشوفك يا اخو. ما خلصنيش هذا تزيري، معليش ما خلصنيش. واش من اعلانات اخويا رضا؟ واش من اعلانات؟ يقولهم فرونسي بروسبكتوس، هذوك هذيك انت تروح للسوبيرا يا اخي، كي تدخل الدار نتاع عندك في لافيلون تلقى داخل بريا هذوك تاع تاع سوبيرا تاع الاعلانات تشري بوستي هذوك. برافو برافو برافو. كنا نديروا هذاك، قال لي واحد زيري ارواح ده ماشي مشكل ارواح تخدم. رحت خدمت عنده نهار كامل يا اخو، بديت على السبعه السته تاع العشيه والله ما خلصني، ماشي مشكل معليش ما خلصليش. نزلت لقيت واحد معاه واحد سوري مع واحد مغربي، خلط لقيت هذيك السمانه لقيت وجعني ظهري انا من البرد من الرقاد فوق الكرطون. قعدت نخدم في ميلانو لقيت حاشاك وين يرموا الزبل، لقيت ماتيراس، واش معناتها ماتيراس؟ الماطله. خويا عمار حكمت الماطله هذيك، عطنا شتاء الليل وداخل بها في البيس والناس يشوفوا فيا داخل راسي في شايدها في راسي ونمشي هذيك الرحالة وداخل فيها في البيس والناس تضحك. انا تضحك ولا ما تضحكش؟ انا لو كندير هذوك ما نديرش هذوك الحوايج وما كانش اللي يجيب لي انا باش نرقد شاب ولا لا لا. انا ما كانش عندي الحشمه يا ناس، ديتو قال لي الكونترول ممنوع تدخل انا مطرح في بيس. وش بي؟ قال لي اوموا خلص البي. قلت له ما اللي خدماني وش غدتو يا اخو. انا كنت نغيظهم طلعين يا اخو، كنت في عمري جاي صغير 20 سنه، هاي يقول لك بوفيرينو معليش افريكا. ايا وصلت للدار وليت نرقد بالمطرح بلاقل بلاقل، جبت الدرا سكنت هذيك 3 شهور تقريبا. ومن بعدك الناس بداو يجيبوا هذا تاع بيكو ولا يجيب اصحابه، هذا يجيب هذا، هذا يجيب هذا. ومن بعدك جاو تزيريه شافوا لي مابل اللي كاين في الدار، راحوا تريتو مع واحد طلياني سرقونا لي مابل، زادوا جاروا واحد تزيريه سراقين يسرقوا بيناتهم، واحد ينوض صباح بكري يروح يسرق الايروبور ويخبوا ويخبوا الحوايج تما، واحد تزيري دخل على الزوج تاع العشيه سرقهم كاع، سراق سرق سراقين هما سراقين والسراق سرقهم زاد سرقهم. وحنايا عطنا تاع الليل وحده تاع الصباح قاعدين تقريبا راقدين، دخلنا هذاك ودخلنا عيانين باسكو خويا عمر ما قري، تكون في خربات تكمل بكري ولا ما تخدمش تقدرش تريح في الدار، لازم تريح برا، تخاف لا بوليس يدخلوا يحكموك وكذا، وغدوه ولا غير غدوه بعشر ولا حلونا كوارت نخافوا يضرب اسمك ولا الغنايه هذيك تبدا تغني، راك شايف ما نحبوهاش حنايا. ماشي مشكل. خطر احنا راقدين وجعدنا واحد تزيري معروف اسمه تيتيش معروف 30 سنه هو، انا كي كنت هنا هو كان عنده 30 سنه. قالنا ما على بالكم شنو صار؟ قلنا له لا لا، واحد تزيري راح لستاسيون ديسون وين يبيعوا ليسونس، راح جاب جيريكان وحرق لنا الخربه يا اخو. حنايا ديجا في خربه مرن كعلينا وزاد حرق لنا الخربه. علاه اخويا؟ علاه؟ قلت لك هو سراق يدور مع سراقين، سرقوا خباو حوايجهم ما باش واش سرقوا، واحد دخل لابريميدي دخل بكري شويه رفد كاع الحوايج لم كاع واش سرقوا واعطاها، ما على باليش راح لا هولوند ولا ما على باليش البلاد اللي عطاها، شد الترا واعطاها. تسمى هذايا وشنو؟ دخل غادو حاله، حل قدام ما لقى والو، زعف ما على باليش بلي احنا انا راقدين يا اخو، راح كمل ليسونس قلت لك الدار كاع طابي.
راح جيريكا تاع ليسونس حرق لنا الخربه، جات لا بوليس، جاو لي بومبي والهربه اللي كاين اللي حكموه. انا تخبيت في بيت صابون فوقانيه باسكو الدار كي تسكنها لازم تشوف الهربه وين، خبيت شويه تزيريال تما على 3 تاع الصباح 4 لا بوليس راحوا. قلت لهم اللي جات انا نبات هنايا البرد وما عندي وين نروح، ما عنديش وين نروح انايا. انا ريحت وكان شي ناس ما شكاشتهم لحد الان راحوا، ما خربوا زادوا حرقوها لنا العرب، خربه زادوا حرقوها لنا. خويا حسدونا فيها، خربه حسدونا فيها، ماشي مشكل. ريحت فيها 3 شهور هذيك الخربه، شريت طابونه وليت نطيب في الليل نخبيها طابونه، وليت ناكل حاجه شويه سخونه، كرهت انا من فرماج وبطاطا تاع الطون شيء. ماشي مشكل. يما انا واش درت، رحت الجامع قال لي واحد المصري قال لي ولا حبيت دار تعطيني 50 25 اورو ليره، قال لي 50 ليره، قال لي حديك نشوف لك دار. شغل سمسار يتريتي مع العرب انت تعطي 50 وشوف لك دار. شاف لي خويا عمار دار مع واحد المصري، دخلت سلام عليكم سلام، هايديك الدار فيها شومبره كولوار كوزينه صغيره وصالون، كانوا 9 عباد، كان طلياني كان سينيغالي للسينيغال وكانوا العرب والمصاروه الجزائريه والمصاروه، كنا بين 9 وضربنا سمانه 3 زاد جابنا زوج ولينا 11 ليكيب ناسيونال. سفريت معاهم في الدار هذيك يا خو، ياكلوا لك الماكله تاعك ويكذبوا يقول لك ماشي هنايا، يشربوا لك الكوكا ولا الماء وديالك انت، هذيك العفسه اللي دير بها ستيلو هذا يزيدوا لك الماء، يشربوا لك الكوكا ويديروا لك الماء تاع العين راك شايف، باش يطلعوا لك هذاك. يضربوا بيناتهم، كاين الناس اللي تكيفوا الزطله، سمحوا لي كاين الناس اللي تكيفوا الزطله، نحن راقدين يتكيفوا يشربوا، هذا يدخل على 3 تاع الصباح خابط يشعل الضو على بالك، زدت سوفريت وقال خير كملت في الخربه على بالك، والله لو كان خير زدت كملت في الخربه. انا الدار هذيك ولا غير زدت سوفريت يا ناس، ماشي مشكل. كان واحد الطلياني يجوب يشوفنا جارنا، قال لي على ما تجيش تسكن معايا، قال لي انا شفتك انت يا، انا وليت ندير روح رياضه باش نروح ندير سبور باش ندوش انا في لاصال، ما عنديش ما نقدرش ندوش 11 بنادم انا في الدار، ما عندكش الداله قاعد تدخل انت التواليت قاع نحبط للبارحه شاك باش ندير لابيبي، ماشي مشكل. يما انا واش درت الطلياني هذايا، قال لي ولا حبيت تجي تسكن معايا تخلصني. انا رحت نسكن معاه الطلياني هذايا، جان ميليتار وشنو مع مدروغي يحب سنيفي هذيك الحومه اللي كنت ساكنه فيها شويه بوبولار معروفه، هذاك الجان طلياني جميع في الكارتي هذيك الناس اللي ماشي مربيه اللي تحب سنيفي تجي لعندنا للدار. بصح يا ناس سكنت عنده تقريبا عامين، تقريبا عامين والله عمره ما دنا لي، عطاني شومبرا تاعي يجي يدق دق لي يقول لي رينو نقدر نشد البيستا تاعي، وناس يجوا يسهروا معاه يشربوا معاه يدروغيو معاه يديروا اللي يبغيو. انا لحد الان عمره ما قاسني. ومن بعدك علاش خليت الدار؟ خفت انا غدوه ولا غير غدوه يزيدوا يصدموا لابوليس عندنا، انا خاطيني الغبره خاطيني المشاكل، انا اعطيني غير سبور ومادا بيا ثقافه نغير على واحد نثقف ومادا بيا نزيد نربح، علاش يلحق لي هذيك الدرجه وانا ما لحقتش نغير عليه؟ ماشي هذيك الرجله رجله ما ندير بها والو، ما ندير بها والو هذيك الرجله، رجله غير خليها كيك في الايروبور في البلاد وطلع خليها. يما انا ريحت عامين وكنت نخدم الاعلانات هذوك. قبل ما ضربت عامين داروا لي الكوارط، دار لي واحد الطلياني مع المراه تاعو، هو دار لي الكونترا تاع الخدمه والمراه تاعو دارت لي تاع الدار ريزيدونس باش ندير لاكارت ديدونتيتي باسكو مدو لي بيرمي سيجور. البرميسيج الاولاني اللي ديته هو كريمري نخدم لاكريم، وانا خاطيني انا ما نخدم والو ماشي مشكل، ما عطيت له والو، قال لي ما تخلصنيش. قلت له العربه اللي يبيعوا فيها، قال لي ما تهضرليش انا الهضره هذيك ما يهمنيش، ما خلصت له والو. داروا لي كوارط لاجونس شافوني ما فهمتش انا كيفاش كلمه سكالترو، شافوني بزاف مبوجي انا جان باين بلي هذاك معاون حايب جاي للدنيا، قالوا لي على ما ديرش تشري لابواتور وانت تولي تخدم شاف تاع الناس اللي ايا. قلت لهم ماشي مشكل، اعطوني خدمه لاجونس، شريت لابواتور خلصتها كاش. وليت نخدم، خدمت تزيريه علاش خدمت تزيريه اللي ما عندهمش كوارت، اللي جاهم البلاد ما عندهمش كوارت ولا يروحوا يسرقوا، كنت نعطي لهم 30 اورو 60 ليره، ما تفهمنيش الناس غلطه، 60 ليره تمقسمها على زوج تولي 30 اورو. اوكي خدمت تزيريه، خدمت مغربي غير واحد مغربي، خدمت مصاره وخدمت غير واحد، كثرت نخدم تزيريه خدمتهم ما كنتش نحرت عليهم يا خو، كنا نبداو على 7:30 الصباح نكملوا على 12 على الوحده نكمل
كاين والحمد لله تربح بها بزاف دراهم، وانا لو سول ديري اللي كنت نخدم هذه الخدمه اللي كنت ما نحشمش، كنا نديو 400 اورو في الشهر. اوكي الله كان يبارك. يدي حتى الله يبارك فيك، كان يدي حتى 7000، 7000 ونورمال يديها. هذوك كيفاش يقول لك السوريين يخلص لك كابوتشينو مع صباح، يقول لك اروح معايا للبار حدي كابوتشينو، بصح البترول يخرجه لك من ظهرك شايف يحرط عليك. مساكن كيجوا الجامع يصليوا ونحيوا صبابطهم في شلافط هذوك تاع النبولات تاع الماء في رجليهم، مساكن يغيدوني يا اخو يا حضر، يقول لك فيفرينو باسكو انا كمل البروغرام سلام، باسكو انا خدمت هذيك الخدمه ونعرف واش معناتها واحد يمشي 6 سوايع هو يمشي، خدمتها ونعرف فاهم لا سويفرونس على البنادم المسكين. وبداو على يخدموا مساكن ما ياكلوا والو، يشريوا كوفريت 2 اورو فاهم، تسمى ليره دو دو تسمى انور، يشري كوفريت وياكل يخبي دراهم، ماشي مليح تخبي عمر بزاف دراهم، عيش مليح حياتك، عيش عيش كول على بها كاع مشيانين. علاه انا راني ما رانيش كونتر قادر صاص في الواقع، الا والديه مساكن يما حب دير اوبيراسيون ولا باباه راه مريض حب يعاونو، كل واحد عنده مقدوره. لا لا بصح ما تقدرش انتايا راك ما عندكش كوارط وراك تسكن في خربه ونهار كامل دراهم انا نعطيك راس الشهر انت تبعتو البلاد، تما انت حياتك ما تعيشهاش كاع، على ما تديش دراهم ابدا ماشي ما يدير كوارط ما يدير دراهم ويزيد دراهم ياكلهم في البلاد ويضيعوا. غدوه ولا غير غدوه يحبط يشوف خاوتو قاعد تزوجوا، غير هو الحد 40 سنه ما دار والو وهذا. وحنا انا كي خدمت تزيريا اخويا عمار داروا مشاكل، تزيريا بيناتهم داروا مشاكل ما يتفاهموش، انا خدمهم بيناتهم ما يتفاهموش، يديروا مشاكل تاع الخدمه، يديروا مشاكل لعمرهم، نعيط عليهم نعيط عليهم نعيط عليهم. واحد ما تخرجت لا لوا قال لك هادو ملي يخدموا اعلانات لو كان نحكموهم، خفت انا غدوه ولا غير غدوه يحكموني لابوليس بكوارتي يقولوا لي انت راك تخدم الناس اونوار. كي نرونوبلي البيرمي تاعي سوجور نخاف باش ما يقولوا لي انت عندك شي حوايج كنت تخدم، خفت ما يرونوبليش حبستها. قبل ما نحبسها يا ناس لقيت واحد الطلياني لقيته في البار وانا قاعد نمد الجزيريه، قال لي واش راك تخدم؟ قلت له، قال لي سبحان الله جان وناس كبار عليك وتعيط عليهم. انا يسمحوا لي يا ناس انا في الخدمه ما نضحكلكش عمار، انا في الخدمه هذه هي التربيه تاعي، شوف نكملوا خدمه نديك للدار تاكل تدوش نعطيك مصيرفه عينيا نعطيهم لك، بصح الخدمه خدمه خدمه، ما تقوليش سمح لي والله غالب، ما تجيبليش انا الدين وكذا وكذا وكذا، تلعب ليش؟ خدمه خدمه خو خلاص الخدمه سلام عليكم نقصروا. انا طلعني يشتيوني على جال هذاك، انا بزاف ونحب لا ريسبونسابيلتي، انا البنادم اللي نحب لا ريسبونسابيلتي ماشي مشكل. ايا لقيت واحد الطنياني لاباس به يربح جوج ملاير في العام لاباس به، قال لي انا نشوفك انت عندك 22 سنه وعندك ليكيب تجيريهم مليح، على ما تجيش تخدم معايا نخلصك انا كيما تقريبا راك تخلص وجيبهم جيب الناس يخدموا. ديت انا الناس ديري هادو يخدموا معانا في سوسيتي كبيره، وشنو صرا بروبليم ورا خويا عمار؟ ما عندهمش كوارط، قالوا له احنا بالجمعه نروحوا نصليو عمار، قالوا له بالجمعه احنا لازم مسلمين نروحوا نصليو. قال لي كيفاش نديروا؟ قال لي هم ولاد بلادك؟ قال لي راهم على 11 يحبسوا لي خدمه يقولوا لي على 3 الصلاه هذه 4 سوايع ولا كيف؟ قلت لهم لا لا هي ساعه، بصح قالوا لي علاش يحبسونا على 11 ويولونا على 3؟ قلت له واش غنقول لك انا؟ قال لي الا حبيت انا بالجمعه نعطيها لهم ليبر، فهمت واش معناتها؟ ليبر ما يخدموش، يخدموا لي بالسبت. قالوا له لا لا احنا الجمعه نصلوها ما على بالناش به، شغل جايبها عقليه تاع البلاد، ماشي نقول لك انا العباده صح كان حبيت تصلي ربي الرزاق احنا على بالنا. انا جبت لهم هذيك العبسه تاع 3 قالوا لي في البلاد ما تقدرش تعطي 3 جمعه، تسمى قلت لهم بيناتكم دوروا واحد يصلي جمعه وزوج يعطيهم الثالثه يصلوها وتقعد الدور بيناتكم. لا 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 قالوا نحن بالجمعه نصلي. قلت له المعلم هذاك حبيت تحاوزهم تحاوزهم، انا درت اللي عليا درت اللي عليا، ايا كاين اللي حاوزهم وكاين والله ما نكذب عليك يا اخو واقيلا بطلوا الصلاه ولا ما ولاوش يصلي ما ولاش يصليوا الجمعه والله ما على بالي بهم. انا ضربت مع المعلم هذاك شويه من بعد كريت دار كريت دار، جبت واحد واسمه مراد، ان يوتيوبر مراد طهاري، انا كنت نشتيه شفتو عاقل في الجامع قنعني، واش غنقول لك انا قنعني ما يتصرش بزاف ما يتصرش، جبتو يسكن معايا الله يبارك، سكن معايا في الدار ضرب معايا تقريبا عام
ومن بعد قال لي تعرف عندك انت وليد عمك هنا؟ قلت له اه. قال لي انا راني سمعت في الجامع باللي راه يبات برا. قلت له محال، وليد عمي لو كان يبات برا ينجم يعيط لينا في التليفون يقول لي رينا ولا نجي نبات معاه. هو شو وليد عمي حشم يقول لي باللي انا نبات برا؟ عيط له قلت له حشوم عليك تبات برا واروح. جبته معانا، زاد سكن معانا تقريبا سي موا ولا سات موا. ومن بعد لقى واحد الدار مع تبسيه، يظهر لي من تبسه لقى باتنا ولا تبسه، والله ما نكذب عليك. حنا عندنا واحد البلاصه في طليان اسمها مونزا، يسكنوا بزاف وقال باتنيه وتبسيه يسكنوا فيها، هو يخالطهم. قال لي راني جيت نبات معاهم. قلت له انا روح وين تلقى روحك. هذه هي الصح، انا حاجه باينه هاوليك رينو غدوه ولا غير غدوه حوزو كلها هاي كاين الدار ما تكسرش. كان يخدم في الاوتيل، اوتيل ريستورون. ايا من بعدك انا خدمت لاباس في هذيك الخدمه، ومن بعدك حبست. مورا راح جا المور الدار قال لي لا تشريها الدار، قال لي تشريها نعاونك ندير لك بري شباب. انا الدار شابه بصح ما قدرتش نشريها باسكو لو بريموريال ساتو شغل، انا هو الاولاني، انا نخاف الزنقري يدخلوا لي هذوك يسرقوني وبدا ما حبيتش نديها. قال لي ما انا كاين واحد المصري حاب يديها، والمصري هذاك جا هضر معايا قال لي انت تتكلم ايطاليه؟ ايه. قلت له انا نهضر مع مول الدار. قال له باللي انا عندي غير المراه تاعي مزوج في مصر، نجيبها لك هنايا ونسكن انا والمراه تاعي. هذا ما كان جاب له 16 واحد هذيك الدار المصري هذاك، كلاها له الدار، الحيوط ولاو كاع كحوله ما يشعلش الشوفاج ولاو كحل، ولا الشومبينيون ولا يصدر هو الشومبينيون للقار. اقسم بالله كلاها الدار شراه وزعفوا عليه الجيران، قالوا له رينو هذاك تزيري هذاك مليح. ايه مليح، انا الله غالب خليتها الدار. واش راح درت؟ رحت حوست خدمه، درت كيفاش نقول لك سي في، دفعت سي في انسيت بعت سي في. خويا عمار عيطوا لي 16 خدمه، 16 شركه عيطوا لي سبحان الله. انا تانيك حاجه ما نكذبش على خالتي، انا السي في زوقته مليح، لازم تزوق شويه السي في، تهضر اونجلي تهضر فرونسي تهضر عربيه تهضر شويه طليانيه راك شايف، وتكتبها وتقراها. وعندي انا سكولتور، عندي ديبلوم سكولتور سو لو بوا، عندي نسوق تانيك كيفاش نقول ندير ليفريزون، عندي نمونطي لي ماب ندير هذوك اللي يديروا ديميناجمون راك شايف. عندي شويه درت بوشي، عندي تانيك بوشي، ما عنديش ديبلوم بصح خدمت بوشي هنايا، درت 16 بوشي ماشي مشكل. عيطوا لي هاي درت بزاف العبايس معاهم. حاجه اللي قنعتني تاع لي بومبي مليحه، قال لك ارواح دير، قال لك هاي انا عجبتني هذه. دخلت درت 16 معاهم، كملت كملت كملت، ودوكا راني 17 سنه وانا خدام معاهم بالديبلوم تاعي. الله يبارك. ملتم بدات حكايتي. وشنو كنت ندي دراهم، كنت نسهر، كنت نصرف، كنت نعيش كالطليان حاجه ما خصني. ولحقت واحد الدرجه خويا عمار، دخلت واحد الحانوت باش نشري تريكو وعطيت لها الكارطه، قالت لي ما عندكش دراهم. قلت لها شنو؟ قالت لي ما عندكش دراهم. عمار قلت لك انا مع الوقت كنت ندي 400 اورو، ومن بعد زدت بدلت خدمه، رحت مع هذا اللي عنده دراهم زاد خلص لي كثر، وكنت نصرف على واحد 22 سنه نعطيك بزاف دراهم. ما تعرفش مليح، هي مليح مليحه تغلط باش تتعلم، سينو ما تتعلمش. لتما وليت نعرف انا قيمه الدراهم، راك شايف ولا لا عمار؟ وليت نعرف قيمه الدراهم. اي عاودت نداره وشديد، عاودت خليت الدار هذيك، خليت الدار هذيك، راح ديبانيت مع واحد الطلياني، عاودت وليت كريت الدار واحد اخرى، عاودت عيطت لمراد قلت له اروح تسكن معايا. مراد باسكو نشتيها انا، مراد هذا مربي انا ليا مربي، يشتي نظافه، يحب الدار نقيه ويخدم يخدم، انا معايا مربي. قال لي مراد كان واحد زوج عنان با، قال لي مساكن البرد وكذا وكذا وما عندهمش بزاف مساكن اللي جاهم البلاد، ايه وين راه البروبليم؟ قلت له قال لي ولاد تقدر نجيبوهم. انا جبت روحي مع العرب، جبت روحي مسا على بالك عمار تقيسك واحد البرد بزاف ويقول لك كاين زوج مساكن غير كيما جاو. قلت له جيبهم معليش، تسمى نولوا اربعه في الدار، شويه بزاف اربعه شاي، كنا غير بين زوج جاب لنا زوج واحد اخرين ولينا اربعه. انا عندي شومبرة تاعي واعطيت لهم شومبرة يسكنوا بها بين ثلاثه، ماشي مشكل سكنوا.
نقول لكم هذا واحد منهم، هذا ده اللي ده اللي نيتو، نيتو يا ناس ما تفهمونيش غلط، ما تفهمونيش غلط، ده اللي واش عداه. انا بديت ندير نيتواياج في الدار، قال لي خويا رينو نعاونك، قال لي انا حشرت توالات، بدا انا نقي، انت نقي الكوزينه والكولوار، وكل واحد ينقي الشومبره تاعو. قلت له اوكي، واش راح دار خويا عمار؟ الدوش وين دوش، راح حكم حكم موس وحل هذيك المجيريه حاشك وين يروح الماء، حلها وزعما نقا وعاود غلقها، وما غلقهاش مليح، ما غلقهاش مليح، سمحنا كي ندوشو الماء يحبط لجارتي تحتها كاع، شمخ لها كاع الحيوط تحتها. عيطت المول الدار لابوليس كذا كذا، قالوا لي انت اللي تخلص. ولت انا اقسم بالله تزيري واش غيقول لي هذا؟ قال لي اسمح لي واش غنقول لك، انا ما درتهاش بالعاني، روح قول انت طلياني، ولا روح قول لابوليس لا لوا باللي انت ما درتهاش بالعاني، روح قولها. قالوا لي تغلط خلص، انت اللي تخلص. هنا كي يوقع مشكل في الدار تعيط للشركه، هما اللي يجيو يخدموا لك الدار، ماشي انت تخرب وحدك. بصح لا لا، الا انت اللي درت الكارثه هذيك، انت اللي تخلصها. هات سلك هاتها بيان سور. احنا الكارثه احنا، قلت لهم، قالوا لي ظهر لي راك مخلي روبيني محلول، قلت لهم امبوسيبل. جاو تكنيسيان طا طا طا، جا حاشك برجليه دار هكذا، قال لي حليت هذه المجريه؟ انا درتها درسين، قلت له حليتها؟ قال لي اه. ايه يا حبيبي، ما حبيتش نقول له، كان قلت لا لا وما تدري وحدها وحدها، هذا الديفيسات وحدها. قال لي ايه، وليت والله غير صرفت عليه هذا تاع جارتنا، واش غنقول لهم هذوما؟ نضارب معاهم، نحاوزهم، على بالك واش نبوستوليتو هذوك اللي يجي يعطيك 200 ولا 150، هو كان حاجه برك يا خوتي، يعطوك 200 ولا 150، بصح ما بورتي صرا كاش مشكل، هو يروح. باسكو انا كي كريت الدار انا عطيت له ثلاث شهور، زدت عطيت له الضمانه ثاني، غدوه ولا غير غدوه كي تجي دي دارو هذيك الضمانه يشوف دارو، الا خربتها له يقول لك انا ما نعطيكش دراهمك اللي عطيتهم لي تاع الضمانه، بدراهمك نخدم بها داري. حنا تو عنا ما يعرفوش هادو ما يا ناس، نو يعطيك 150 ويسكن، وقيت لحق راس الشهر واش يدير؟ يهرب لك، يهرب لك وما يخلصلكش تريسيتي، ما يخلصلكش الغاز، ويهرب وروح انت شدو. بصح حاجة مليحة لا بروشين فوا يا ناس اللي يسمعوا فيها، لا بروشين فوا نقول لهم انا 250 بصح خالص الغاز والتريسيتي، سمح بي تهرب لي هرب لي، فهمني؟ ما يهمنيش انا مليحة. ايه بصح كاين يقولوا لك بزاف، يقولوا لك لا لا حنا خسارة عليك، نعطوك 150 كلمة تاع رجال حنا رانا مسلمين خو، كي طيح لنا الغاز والتريسيتي نخلصك. والله ما يخلصك، تجي راس الشهر يعطيها، ومن بعدك غدوة ولا غير غدوة انت تشوفه يولي يطلب لك السماح. لو كان خرجت غير انت، والله واحد تزيري انا سبني وجبد لي يما قدام تزيريه، ما حبيتش نضارب معاه، جبد لي كاع والديا يا اخو. ايا قالوا له وحشم شويه، قالوا لي انت ما عندك ني قلب ني والو، ما تضاربش معاه. قلت له انا نعرف الدوله، نعرف لي جوندار بالتليفون يونطرينو معايا، التليفون يجي يهزوه هذا يا تزيري. خسار عليك ندير هذه العفسه على جوج وليد بلادي، نعيط لابوليس يجي يديوه، ما جاياش. لا لا نوما متعاونوا بيناتنا، وهو واش دار؟ سب فيا ويسب لي والديا هكذا. قلت له معليش معليش، ايا ماشي مشكل، ضرب عامي ثلاث سنين اربع سنين، سمعت الهضره ويحوس عليا باش يطلب السماح، انا سمعت باللي تزوج، قلت لهم كل شيء مبروك، كان شفتو انا ندير له كادو، راه مسامح راك شايف ولا لا؟ لا راه مسامح. يما انا كيفاش نشوف راني الناس بزاف اللي يجوا هنا من الغربه، واحد اليامات ديت معايا واحد باش يبات، كي كنت ساكن بكري مع طلاق طلياني، قال لي طلياني حبيت تسكن معايا هنا، جيب لي عربي نحوزك، شوف جيب لي عربي نحوزك. جبت له خطره واحد عربي بات معايا، ما صبع ثلاثه تاع صبع دوش، ودار شويه صوت، تحل بالطلياني باللي ماشي انا، ماشي عوايتي انا نوض على ثلاثه تاع صبع نوض ندوش، تحل باللي في الدار هذه كاين واحد اخر. جانا في الليل دقدقنا، قالنا تشربوا كوكا كولا ولا سبرايت؟ قلت له انا ندير سبور ما نشربش كاع كوكا كولا ولا سبا، بالعاني دارها غير باش يشوف واش كاين داخل الشومره. شاف شافو سيد بات يومين، وزاد جا لي تروازيام جور، قلت له ما تباش سينو طلياني حاوزه، راح الجامع قال لهم انا رينو هذاك ماشي راجل وكدا، ويسكن مع الطلي، يسكن مع واحد مدروقي. انا عمره ما اداني هذاك مدروقي، سبحان الله عمره ما اداني خطره برك. قال لي رينو نطلب لك السماح، اسكو تقدر حبيت تجرب؟ قلت له واش نجرب؟ قال لي تجرب الكوكا. قلت له خساره عليك، قلت له ما تزيدش تعاودها، انا على بالك بلي انا سبورتي. قال لي نطلب لك السماح، قال لي
باطل. لا قلت له لا لا ما باطل ولا ماشي باطل، خاطينا انا المشاكل. انا يا ناس ما تكيفش، تكيفت شويه واحد الايامات طحت بلا خدمه. خويا عمار ما خدمتش انايا تقريبا 27 سنه، ما خدمتش غير 3 شهور، ما قدرتش نرقد يا اخو. خويا عمار والله ما قدرت نرقد، وليت نتكيف وليت نشرب قهوه. سمع يا قلت نتصل بمراد، قال لي مراد انا نسكن مع الزيريه. رحت لعنده، قال لي مراد بات معانا الويكاند، رحت نبات عنده. وكان واحد الزيري ما شاء الله يقصر بوخالفي، ماشي صاحبي كونيسونس، بوخالفي منور سبحان الله. السوسيتي تاعو كان تحوس على واحد شوفور وما حبش يقول لي رينو انت عندك كوارت وكل شهر واحد تخدم، ما حبش يقول لي يا اخو. وياكل معانا ويشرب معانا في الطابله ويضحك معايا. بغض. ها البغض هذا عمر والله ما نكذب عليك، عباك في اوروبا مع الوقت تولي تخمم، تولي تخمم هكذا، تولي تخمم بزاف. انا بانت لي ماشي بغض على بالك علاه. انا واقيل قلت معلول خممت، قلت سبحان الله شو يضحك معايا. وقال لي مراد بالك تقول له بلي انا قلت له يضحك معايا وما يحبش يقول لي، ما عندوش الكوراج باش يقول لي انت رين وعاقل بدار واحد تخدم. قلت واقل 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 واقل. هو بكري جاب معاه تزيريه خدم داه معاه وداروا له مشاكل ولا لا سمعت مدعر قال والله ما نزيد نجيب على حتى عربي. تسمع انا كنت معاهم هذوك العرب، انا داخل معاهم ماشي مشكل. انا سمحت له قلت معليش، قلت خممت، قلت واقيلا داروا له مشاكل شايف. يما كيما كان الحال قلت لقيت خدمه شحال من خدمه وفي ميلون، باش نقول لك ما كانش الخدمه ولا غير يا خويا عمار. كاين كاين وشنو مليح الواحد اللي يجيب اللغه معاه من البلاد، يتعلم الثقافه تاع البلاد هذه، يتعلم اللغه تاعهم. ما يتزربش يدير دراهم. التربيه لازم التربيه بزاف. الى عنده حرفه في البلاد صديق، واش من الحرفه، الحرفه هنا يجي يلقى الخدمه يلقى. اسمع الى ما لقاش حرفه قادر يخدم ماسون، ماسون يلقى ماسون، باسكو ماسون ما تطلبلكش اللغه بزاف. يقول لك اكتب هذا ارفد ديرو منا، اكتب هذا ارفد ديرو منا، وانت تتعلم. كاين واحد الجزائري كان يخدم اعلانات معنا، يلقى ماسون والحمد لله راهو يخدم، راهو يسوق لاكرو، عنده شحال يا ربي 10 سنين ولا اكثر. عيط له في التليفون رينو يقصر معايا اليامات تاع بكري، كيقول انا نخدموا اعلانات وكذا. والحمد لله بتزوج وعنده دراري وراه يخدم في لاكرو وكيفاش، ويهضر لي على لي زونسيان تاع بكري. وانا من داك نشوف انا تاو انا تاع هادو مجدد، انا نخافهم يا اخو صراحه يا اخو نخافهم. يجوا هنايا عمر تشوفهم بالدخان، تشوفهم بالزطله، يشربوا كاشيات، انا نخاف نهضر معاهم انا ولا غير نخاف. انا ماذا بيا هنا في اوروبا في طليان نشوف واحد ولا غير محتاج، والله العظيم غير نعاونه اكونديسيون يوقف معايا راجل قادر نجيبك للدار، ولا غير نوكلك نشربك. تعرف شنو؟ ما تسكنش معايا برك، نقدر نبيتك سمانه. شو ما تسرقنيش برك خويا عمار، ما تسرقنيش. انا ماشي كي تجي لازم نخبي كاع حوايجي الفالور اللي في الدار نخبيهم. لو كان عارفك والله غير ناس ملاح اقسم بالله غير شوف نعطي لك مصيرفه فوق الطابله كنت نوط وشنو. بصح ما تسكلش عليا، لازم تروح تحوس على خدمه، انت تحوس على خدمه وانا نحوس لك على خدمه. ماشي نقول لك انا نقال لك خدمه تقول لي لا لا بعيده شويه لازم نوض بكري شحال يعطيني. كان واحد الجزائري غير كيما جا قال لي رينو انت تعرف تطلعين شويه، قلت له ايه، قال لي انا في البلاد نسوق كوامن الله يبارك. قلت له قال لي لقيت انا هنا خدمه يعطيوني واقيلا 1800 اورو وراه البروبليم. قلت له ما تخدمش. قال لي واش بيك بهبول؟ قال لي عباك شحال طلياني شحال يدي لو كان يسوق كوامل شحال يدي. قلت له علاه انت طلياني؟ طلياني بدا ديريكت يدي 3000 اورو ولا 2500 اورو. طلياني بدا غير بشويه اخدم، جاب لي عقليه تاع البلاد اخدم 1600 1700 سوق الكوامل بلا عقل بلا عقل، ترفد اللغه ودير كوارت بلا عقل بلا عقل. مش عارف اللي عنده كوارت هذا ما سقسيتوش، كان شي عباد انا ما نبوزي لهمش لي كيستيون. اخدم بلا قلب بلا قلب يزيدوا لك في البري. هو جا ديرات وقال لك الطلياني يدي هكذا وحنا نديو هكذا، وعلاش ما حبش يخدم؟ هضر معك كاش واحد تزيري قال له ما كاش منها، هذا الطلياني راهو يحرط عليك وتاع الفلاحه، تاع الفلاحه يحرطوا يا الناس، يحرطوا عليهم بزاف تاع الفلاحه. كاين طلياني كاين اكزومبل طلياني انا يمد لي 10
اورو للساعه، ماشي للساعه، كي تعمل لي هذاك الصندوق تاع بطاطا ولا صندوق تاع طوماطيش ولا صندوق طلياني، يقول لي لو كان رينو لو كانت تجيب لي ناس تخدمهم لي، واش ندير له انايا؟ نجيب له ناس عرب حاجه باينه، نقول لهم يا ناس الا تحت تخدموا سي اورو، نعطيكم سي اورو تعمروا لي. انا ديجا ديت معاهم 4 اورو، هما مساكن راهي محرحره عليهم، ونزيد نربح عليهم. حبك الناس يديروا، احنا بيناتنا العرب والله ربي يسمح لي ما نتعاونوش ابدا، ما نتعاونوش. انا شوف انا من داك نشوف المصارو يتعاونوا بيناتهم، والمغاربه يقادرونا يا اخو، والله غير يقادرونا المغاربه. انا واقع المغاربه بيناتهم ما يتحملوش، كيما احنا تزيريين ما نتحملوش، بصح المغاربه مع تزيريه يقادرونا يا اخو، والله غير يقادرونا. انا عمري ما لقيت في حياتي مشكل مع مغربي، عمري ما لقيت. ايا مع الوقت جبت روحي خويا عمار، مانيش نهضر معاهم. الى هذيك نهار انا حبطت للجزائر، عندها الى 5 سنين 6 سنين حبطت للجزائر، انا حبطت غير 5 خطرات ولا 6 خطرات البلاد، 27 سنه حبطت غير شويه البلاد، ما حبطتش بزاف. حبطت كي جيت مولي عيطوا لي طلعين قالوا لي نجيو نجيبوك في الايروبور، قلت لهم لا لا، نشد المترو، كاين المترو من الايروبور يديك الميلو. قالوا لي لا لا حنا نجيو ندو. انا كي حبطت في الطياره هنايا في مالبينسا تاع ميلانو، عندنا 2 ايروبور، عندنا 3، كانت واحد بيرغامو مالبينسا، بيرغامو مالبينسا وليناتي. ليناتي هنا اللي قدام ندير فيها 15 دقيقه راني فيه ناسيونال، هذيك ليها هذيك ليها ماشي مشكل. لقيت واحد روجي جان في عمره 22 سنه، قال لي يا البلاد، قلت له سلام. قال لي يا خو باش نروح لانجليز كاين ترى من الايروبور من اللي يروح لانجليز. لك يا ابن عمي انت جاي من البلاد ما قريت لهاش القضيه ولا كيف، ما عرفتش كاين حنا جوجل كاين كلش، تدخل يقول لك في ميلو اسكو كاين من الايروبور باش تروح لانجليز، ما كانش. لازم تحبط السونترال، وتحبط السونترال لازم تشري بيي، وغدوه ما كاين ترى تروح. كيف تهبل في انا من الايروبور تعطيها ديريكت لانجليز؟ وش يدير وش يدير وش يدير؟ قال لي انت تسكن في ميلو، قلت له اه، باينه الهضره. هو قال قادر يشد المترو ويحبط الميلو. قالوا لي صحابي طلاين شكون هذاك اللي تهضر معاه؟ قلت له واحد جزائري وليد بلاد. وش به؟ قلت لهم هذا ونجا مسكين ما يعرفش اوروبا. قالوا لي كيما عاوناك حنا بكري ولا عاونوا. شو طلع؟ قلت لهم معليش، قلت له ما نعرفش اسمه، اروح تطلع. صاحبي شرى طوموبيل جديده، هو غير دخل حكم رجلو الطالون تاع الباسكت اللي كان لابسها، دارها فوق الكوسانه، ماشي دار ماشي ركب نورمال عادي كي الناس. لا لا لا، ركب دار الباسكت تاعو فوق الكوسانه، شغل هذيك هكذا يا راك شايف اخويا. الا وروح قول له انت هذيك تاع البلاد، داخل في الطوموبيل من اللور وزاد دار رجلو هكذا، تسمى رجلو الطالون هذه فوق ولا فواتور جديده. وصاحبي شاف فيه وانا شتي واحد الخزره، ما حبيتش نقول دوك نحطك في الايروبور، نحطك في لوطوروت على بالك نخليك. قال لي اسمح لي خويا، اه شي مشكل. حبطت انا الميلو، قعدت نحوس لولو تالي يا خويا، انا وصلت جوهه 6 7 اقسم بالله حتى 12 تاع الليل باش دخلت للدار. قعدت وهذاك اللي هذيك السمانه في ميلو كانت لافوار، حنا كي تكون لافوار تخي ديفيسيل باش تلقى شومبره، راك شايف قادر تلقى شومبره تلقاها غاليه. جوز حوس عليه كاع ميلون، لقيت له شومبرا 110 اورو. قلت له اخينا 110 اورو. قال لي معليش تسمى 11 اورو. قلت له 110 مازال ما فهمتهاش انت، 110 اورو. كاين ناس اللي شوف ديجا هذا ديماري من البلاد ما يعرفش واش معناتها 110 اورو. لا 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 يعني تسمى 2 ملايين في البلاد، ولا يطلع لي ولا يطلع لي الحساب بالدينار هو، فاهم ولا لا؟ فهمني ولا يطلع لي الحساب بالدينار. واش راح نقول لك خويا عمار، دخلت مول الريسبسيونيست اعطيت له دراهم، ها قلت له بات خليني نروح بك للدار راني عيان يا سيدي. قال لي نجم نستعمل التليفون تاعك خويا رينو؟ قلت له ايه هاك تليفون. عيط لوالده قال راني لقيت صحابي راني متهلي والحمد لله. عمار حنا كي كانت محرحره علينا ما نجموش حنا نقولوا لوالدينا باللي رانا نسكنوا في خربه، باينه نكذبوا عليهم، نقول لهم رانا بلا حاجه ما خصنا، هو تاع الحومه نعيطوا لهم نسيو نديروا تصاور نبعثوا لهم تاع سانسيرو، انا كنت نروح بكري سانسيرو عمري ما خرج، كنت في خربه فاهم.
وعلامات كاسكيطات الخلايا، وانا كنت ساكن في خربه باش تهف في الناس عشان ما توريلهمش باللي راهي بحال حدا عليك. شايف ولا لا؟ لا صح. لا لا، هذه هي هذه هي. انا قلت لك لقيت بزاف صعوبات والحمد لله، بلا عقل بلا عقل بلا عقل بلا عقل بلا عقل بلا عقل. ربي فرج عليا وراني هنا في ميلو، وغدو ولا غير غدو بربي ان شاء الله يجي نيمبورت واحد. كما قلت كما عاونوني انا، عاونوني طلعين ماشي رموا عليا صراحه، عاونوني شويه بدراهم، عاونوني كما تاع لا لوا كما درت كوارت، داروا لي كونترا باطل تاع الدار، داروها لي باطل كلش كلش باطل. باسكو لو كان تروح عند العرب تشري عندهم كونترا مدرحه حاجه باينه، قادر تدي قادر ما تديش كوارت، بصح 90% مالغري مدرحه تديها الكوارت تديها. خويا تفضل تفضل خويا رضا، قول لي الحلقه الاولى هذه نكملوا معاها باش ان شاء الله باش ما تجيش طويله، وقول لي في الحلقه الثانيه واش راح نحكي لهم في الحلقه الثانيه كاش غزوه صار. مليحه، انا راني كاتب راني كاتب كلش بوف اللورا. يا ربي يا كي واش نقول لك انا؟ قول لي انت حاجه الدوم اللي حبيت نحكي لك عليه، الدوم اللي حبيت. على باليش كاش غزوه كاش حكايه صارت معاك مش مليحه في الغربه تاعك، ما حكينا التجربه. نحكي لك تجربه اللي جوزت معاها كي كنت ساكن، اللي قاسيت بها اللي سكنت مع اللي سكنت معها تو انا، قاسيت قاسيت بزاف معاها، قاسيت بزاف. هذه بعد نحكيوا الحلقه الثانيه راح نحكي لكم خالتي مع ولد البلاد بيجا في البيرة وهاي دايما.